المفروض اسقف لك ولا ايه؟ طالما انت هنا يبقى انا الكسبان والخسران بيسقف للكسبان. يعجبني الثقه اللي عندك، عملت فيها لعيب وصفرت نهايه الماتش. انا جيت اعرف ايه اللي جد خلاك تكلميني بعد الحركه البلدي بتاعت عبوده، واديني قطعت. تمام خلصوا عليها. يعني مش همك؟ الشيله شلتك، وقالوا زمان اللي يشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. ده تهديد ولا ثقه زياده ولا ايه بالظبط؟ ما تسيبك من الخيال ده وتيجي سكه. انت عايزه ايه بالظبط؟ ما انت عارف، عايزه اعرف مين قتل جوزي. ما جيت لك ورسيتك وقلت لك نشتغل مع بعض وانت ما صدقتنيش. اصل انا اخر مره دورتها في دماغي بعد ما انت مشيت وصدقتك. ما بقاش ينفع نشتغل مع بعض بعد اللي عملتيه. لو عليها خدها، ولو على عبوده هخرجه زي ما دخلته. ودنك منين يا جحر؟ ما كنت جيت سكه من الاول. بابلو انا عارفه سكتك الفلوس والمصلحه بس. بالنسبه للمخزن انا كلفني فلوس كتيره قوي، ومش طالبه معايا ادفع مليم زياده. المصلحه مع المليون اللي اديتهم لك انت كده تمام. عشان تعرف اني انا مش هفق، وانه كده الناس هيتعمل له الف حساب. والمفروض اني اسقف لك بعد الجمله دي؟ طب فاضل لقطه مش واضحه بالنسبه لك. عبود انا هخرجه، والبنت اللي عندك جوه دي ما تخصنيش. كده رجعنا للصفر. يعني انت مش موافق؟ انا عمري ما عملت شغلانه غصب، وسكه المصلحه ما فيهاش تهديد، والتهديد ما بيمشيش معايا. والمطلوب؟ البنت اللي عندك هتيجي معايا عشان تتربى، وعبودة هيخرج، وتعملي حسابك على مليون كمان تجي لي بيه بعد كل ده ما يحصل، وساعتها هرد عليك. انت بتتشرط وانت في ايدي؟ مش هما كانوا بيقولوا كده برضه في المخزن؟ محدش عارف مين في ايد مين. وانا موافقة. كده انا هنا وانت هنا.